الرياضة في قطاع غزة وتحديداً منها كرة القدم هي الأخرى لم تسلم من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر العام الماضي حتى هذه اللحظات. هذا هو الملعب البلدي في غرب محافظة خان يونس الذي تعرض لعملية استهداف ممنهجة خلال العملية العسكرية في غرب المحافظة. هذا الملعب الذي تحول من منطقة للعب كرة القدم إلى مركز للإيواء يعتاشه آلاف المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تتفاقم في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وإغلاق معابر القطاع. الآن في هذه المنطقة التي تحولت لخيام نتجول ما بينها لنستطلع حياة المواطنين ما قبل 7 أكتوبر وما بعد هذه الحرب الإسرائيلية. هنا كانت أهازيج كرة القدم تصدح صباحا ومساء والآن تتحول إلى مكان لأهات النازحين الذين يعانوا من الحرب الإسرائيلية. طبعا قبل النزوح كان الملعب هذا معشب، كان في مظاهر كانت في خيام للصحة وشغلات هيك معمول اللي هو مستشفى ميداني. طبعا غبنا عنه ورجعنا تاني لقينا مجرف هيك بالشكل هذا مدمر. طبعا حسب روايات الناس بتقول انه كان هذا ثكنة عسكرية موجود في اللي هي مدرعات ومشغلات هيك. طبعا احنا التجأنا فيه لانه المكان مستوي فدقينا خيامنا فيه وجلسنا فيه. طبعا بداية الامر كانش فيه اي مظاهر الحياة، هنا خوف كتير بقى هان، والحمد لله يعني مع مرور الوقت الناس التمت وصار في بعد خدمات. طبعا وصلونا المي الناس، صار في بعض الناس كتير يعني صار المخيم له عدد ناس أكتر فيه، والحمد لله يعني. فمهما كان يعني الواحد بقى دائما يقعد يشجع هان. أنا من مشجعين شباب خان يونس، ولأن الأمام ما ظلش أي مظاهر للتشجيع للأمان. كنا يعني دائما نشوف نيجي نقضي أوقاتنا ونتفرج على بعض اللعيبة ونقضي أوقاتنا فترة العصر. يعني هذه المنطقة كانت تصدح بأصوات الجماهير خلال المباريات الدوري المحلي، حدثنا كيف كانت هي الحياة في هذه المنطقة خلال الدوري المحلي في قطاع غزة؟ طبعا كانت تعج بالجماهير وبالباقي المحافظات بقى طبعا مع تحدث مباريات. هنا في بعض كثير ناس من المحافظات الثانية بقت تيجي. طبعا انا سكان المنطقة بقيت من داخل البيت كنت اسمع صوت الجماهير في تشجيعهم للمباريات وشغلات هيك. للامام للاسف كل مظاهر هذا راحت مع بعد 7 أكتوبر. طيب كيف هي المعاناة اليومية لكم في هذه المنطقة؟ حدثنا قليلا عن المعاناة اليومية كأحد النازحين في هذا الملعب، ملعب شباب خان يونس أو خدمات أيضا خان يونس في المنطقة الغربية من محافظة خان يونس. للأسف المعاناة يوميا بنعاني، إحنا بنعاني بالمي، بنعاني من شح الطعام، من المواد الغذائية الموجودة في السوق اليوم اللي صارت شحيحة جدا. عامة يمكن أنتم ما جيتوا علي وأنا قاعد بحاول أن أوفر مي لأطفالي ولبيتي، وساكن انا في خيمي هان عندي 3 أطفال. بحاول يعني اني اقدر ان اوفر لهم خدمات الحياه بصعوبه جدا، طبعا في ظل الوقت اللي احنا بنعيشه بسبب شح المساعدات بسبب تسكير المعابر. طبعا فتره اعياد الحين كمان عند اليهود فيش معابر، بنعاني كثير والله. الناس اللي ما عندها دخل بتعاني كثير اكثر. يمكن احنا طبعا احنا من الناس اصحاب الدخل الثابت اللي مش الثابت اللي هو الدخل اليومي كنا، والأمام الآن حين بنعاني كثير احنا من الوضع هذا. غرف تبديل الملابس في هذا الملعب تحولت إلى غرف للنزوح في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية. في هذه الغرفة يقطب الحاج أبو محمد وعشرة من أفراد أسرته بعدما نزحوا من محافظة رفح بعد العملية العسكرية البرية على المحافظة. في البداية حمدا لله على سلامتكم، دعنا نتعرف عليكم ومن أين أنتم نازحين؟ والله أنا دكتور حسين عوض، احنا نزحنا من رفح تقريبا بعد عملية رفح، ما اجتاح وتم اجتياح عملية رفح،
فقريبا احنا سكننا في الاقليمي، بعدين رحنا نزحنا كمان في الزوايده، ورجعنا ثاني نزحنا هنا عند العطار، وبعدين جينا هنا نزحنا في الملعب اللي هو يعتبر اكبر ملعب في خان يونس وفي المنطقه الجنوبيه بالذات لرفح وخان يونس. ونحن سكننا في نظفنا بعض الغرف اللي هي التابعه كانت تستخدم كغيار للاعبين اثناء فتره لعبهم في الملعب. وزي ما انتم شايفين الدمار اللي لحق الملعب، اجت الدبابات ودخلت وقصفت ودمرت وخربت وجرفت وهجرت الناس من هنا ودمرت البيوت كلها والصلاة والمساجد، حتى المساجد والملعب كله هذا تم عمل سوات الرملية ضد هنا اللي كانت، لأن هنا كانت هنا اللي هي ملاد كانت للدبابات، وكانت هنا سكن عسكرية عاملينها. يعني أبو محمد حدثنا عن الأوضاع المعيشية التي تعيشونها الآن في هذه المنطقة، يعني نحن نرى الدمار في كل مكان، كيف تعتاش في هذه المنطقة في ظل أصوات القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس؟ والله هو يعني احنا الأصوات القصف هذا الليل نهار مش متواصل على كل القطاع غزة، يعني بس مش خان يونس لعالف ورفح وخان يونس وجبالي وبيت حنون وغزة، كل مناطق غزة يعني كل قطاع غزة. وتقريبا احنا هنا ساكنين، ما انت شايف احنا يعني هذا لكن ملا هذا عشان احنا جينا لجانا في الخيام، وما وبعض في ناس ساكنه في الخيام، واحنا لجانا هنا عشان بكره الشتاء، واحنا كنا لنا بيوت ولنا فيلل ولنا بيوت وكبيره ووسعانا، بس الحين احنا اضطرينا نيجي نسكن هنا بين هالدمار والرمل، وتقريبا هذا الرمل اغلبيته لانه هذا كان كله مجرب بالدبابات وبالمتفجرات والبارود، حتى الاطفال هنا كلهم يشكون من الامراض اللي هي اللي خرجت على في يعني اللي هو الدمل او الدمامل، يعني ميكروبات لمست الجسم، وهذا علينا منها، حتى اولاده كلهم يعني انصابوا والحمد لله تم علاجهم يعني. والناس يعني هنا زي ما انت شايف يعني كلها معاناه يعني لا توصف يعني يعني الحمد لله على سلامتكم. معاناة تتلو معاناة في مدينة خان يونس، هذه المنطقة التي كانت ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي، هنا كانت التلال الرملية تغطي هذه المنطقة، هذه العائلة شقت هذا الطريق الذي يؤدي إلى غرف تبديل ملابس اللاعبين التي حولوها أو تحولت إلى غرف للنازحين. نستكمل هذه الجولة مع بعض المقابلات الجديدة لنستطلع وياكم أوضاع المواطنين في هذا الملعب الذي تحول إلى مركز إيواء. عشرات الخيام نصبت داخل الملعب البلدي في غرب محافظة خان يونس بعد تدمير منازلهم في منطقة بلوكجي. هذه هي خيام المواطنين التي تعاني من استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الإنسانية الصعبة في هذه المنطقة. كانت هزيج اللاعبين والجماهير تصدح ما بين منازل المواطنين في غرب محافظة خان يونس. الآن نتحدث مع أحد النازحين في هذه المنطقة لنستطلع وياكم أوضاعهم الإنسانية بعدما تحول هذا الملعب البلدي إلى منطقة ومركز للإيواء. في البداية حمدا لله على سلامتكم، دعنا يعني عرفنا عن نفسك ومن وين نازح. سعيد أحمد سعيد القصاص، نازح من مخيم رفح بلوكجي. بلوكجي يعني سيد، أنت أحد المواطنين الذين كانوا يقطنوا في هذه المنطقة ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. حدثنا عن الحياة ما قبل 7 أكتوبر أو الحرب الإسرائيلية تحديدا في هذا الملعب الذي كان يعج بأصوات وهزيج الجماهير. كان هذا الملعب هو ملعب للشباب يقومون بلعب الرياضة، تم تحويله العدو وقام بتجريفه وعمل سوات رملية، وقام بإنشاء منطقة عسكرية هنا في مخيم الشباب. حتى انظر كيف صار المخيم، صار إلى كتلة خيام. الوضع صعب على النازحين بشكل كبير، عدم توفير مقدمات الحياة لهم. يعني هذا يعني دعنا بس نتطرق للقليل من الحياة ما قبل العدوان، كيف كانت أصوات الجماهير تصدح في هذه المنطقة؟ وأنت يعني حضرتكم أي نادي كنت تشجع؟ احنا كنا هنا نلعب، كنا نشجع نادي شباب خان يونس. كانوا هنا بشكل يومي أشبال هذه المخيم أو شباب هذه المنطقة يلعبون
غير انهم غير ان كان كل فتره والثانيه كان هنا مباريات بين مثلا شباب نادي خرفاح وخان يونس والشاطئ، وهنا كان هنا عدد من الالعاب الرياضيه. فالان تم تدمير هذه، فالان الاطفال يقومون بلعب في مناطق صغيره مليئه بالحصى والرمال، يتعورون اثناء لعبة الكره القدم هنا. يعني اذا هذه المنطقه تحولت من ملعب لكرة القدم الآن هو مركز للإيواء. حدثنا عن الحياة في هذه المنطقة ولماذا لجأتم لنصب خيمتكم داخل هذه المنطقة؟ احنا لجأنا لملعب شباب خان يونس لأنه لا وجود لمناطق فارغة، لأن نزوح أهالي رفح وأهالي الشمال وغزة إلى جنوب خان يونس تشكل كثافة سكانية عالية، عدم وجود مساحات لنصب الخيام، فاضطرينا الى الذهاب الى ملعب شباب خان يونس ونصب خيام. بالنسبه لحياه النازحين هنا تشكل ازمه لبعض الخيام، يعني في مثلا المعاناه اليوميه اللي بتعيشوها كنازحين داخل عدم مثلا توفير مياه الشرب، الا مثلا نروح على منطقه بعيده تقريبا كيلو نجيب المي الحلوه، مية المالحة تم توفيرها بشكل بسيط يعني هنا. بالنسبة عدم تقديم المساعدات من أي جهة هنا، عدم اعترافهم بالمخيم الحكم الموجود حاليا هنا. المخيم اسمه مخيم شباب، مخيم الشباب يعني، عشان احنا في ملعب شباب خان يونس. يعني بهذه الشاكلة تحولت هزيج اللاعبين والجماهير إلى آهات للنازحين في محافظة خان يونس التي تعاني من اكتظاظ كبير في السكان في هذه المنطقة. هذا أحد الشهود على المجازر الإسرائيلية التي دمر خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غرب محافظة خان يونس. لقناة الكوفية من قطاع غزة طارق دحلان.